les activités qu'a eu à mener l'ODAS, l'Office de développement de l'agriculture saharienne, polyculture, le lancement des projets soit accéléré, bureaucratiser l'acte économique, c'est ce que nous sommes en train de faire. L'ODAS, à travers ça, ça... Et عندنا اليوم كمرحلة أولى 170 ألف هكتار اللي متوجهة للمستثمرين على مستوى بعض الولايات الصحراوية. اليوم الديوان الوطني استقبل حوالي 200 ملف أو 200 طلب. وهذا ال 200 طلب ونظن هذا مكسب لبلادنا ومكسب للقطاع باللي ال 200 طالب هذو ما فيه أي إجراء إداري أو بالأخص بيروقراطي. وهنا معنا الإخوة المستثمرين ils ont utilisé la plateforme numérique والملفات نتاعهم جازوا في لا بلاتفورم نيميريك كاين ملفات بالطبع اللي لازم تعاود الدراسه نتاعهم والملفات المقبوله اذا المستثمرين بعض منهم معنا اليوم باش نباشر الاعمال بعض اللقاء هذا ونشوفوا وين نلحقوا في انطلاق المشاريع نتاعهم